استقبل سمو اللواء ركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الفريق كارل ماندي قائد قوات المشاة البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية. وخلال اللقاء شهد سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بعمق علاقات الصداقة الوثيقة التي تربط مملكة البحرين مع الولايات المتحدة الأمريكية وما تشهده تلك العلاقات من تطور على مختلف الأصعدة، وذلك في إطار ما يشهده البلدان من علاقات متميزة في كافة المجالات خاصة ما يتعلق بالتعاون العسكري والدفاعي.